انا بذكر بعض المواقف الطريفه اللي مرت بي خلال مسيرتي الرياضيه اللي امتدت ل 42 عام. اول حاجه انا يمكن الحكم السوداني الوحيد اللي الغى 3 مباريات في يوم واحد. وجدت الكوره في الساعه 4 في ميدان عقرب، بعد 5 دقائق الكوره كان في تسلل والمساعد ما رفع وحصلت فيها دوشه. الزول السيرباك بتاع الفريق المغلوب اداني بنيه. الساعه 4 و5 او 4 و10 انا انهيت المباراه. جيت راكب عربيتي جيت على درمان، لقيت مساعد ناقص، مسكت منه مسكت الخط. بعد ثلث ساعه اتلفت لقيت المساعد والحكم في الوسط بيضربوا فيهم في الواطه والجماهير خشت، فكان ما مني الا طوال شلتها الصفاره ورقيت الكوره بقدر الكوره الثانيه. في نفس اليوم في الميزه مشيت دار الخرطوم الاهلي والنباوي، برضه لقيت مساعد ناقص، تميت المباراه. يعني فضل زي ثلث ساعه كده في لعبه حره غير مباشره بتاع تسلل، يعني دخلوها طوال الناس والنباوي حارس المرمى، وكان محمود صالح فهم القانون حتى الكوره ضربه مرمى حسب القانون وقاموا احتجوا، فالحكم بدا يشيلها يوديها السنتر وناس محمود يجيبوها يرجعوها. في النهايه واحد زهق منه ادى لك بنيه، انا كان في جيبي برضه صفاره، نهيت الكوره. اصبح عندي 3 كور، يعني ما في حكم عامل ريكورد في السودان. وفعلا المرحوم يحيى الطاير اصر قال انا ثاني ما البس اسود لانه ممكن تلقينا 3 كور مهمه في الملعب.